اقول بقى ليه الكلمه اللي انا بقول لك ان انا مش بحبها وزعلان منها؟ لانها فقدت مقتضاها. يعني زمان الواحد كان لو حد قال له بحبك يروح يدوخ ويجي له اللي يجرى له. طبعا طبعا، لانه صدق، واللي بيقول له بحبك ده هيعمل بمقتضى الحب. انما لما يبقى النصابين بيقولوها، واللي عايزين ياخدوا اعراض البنات يقولوها وتحكوا عليهم، ده ما يبقاش كده. هي كتر خيرها انها تسمعها كمان من ابوها اللي خلفها ومن امها ومن الجيران، والله انا بحبك وبحبك. وطلعت كلمه جديده بقالها كام سنه، اول ظهور القنوات الفضائيه، انا عامل رصد كويس قوي، اسمها احبك في الله. وقول بحبك وخلاص، يا ريت تحبني في الله. انتوا عارفين يعني ايه واحده تحب واحد في الله، او واحد يحب واحد في الله؟ ما تفرقش على فكره ست ولا راجل ولا اي حاجه. بحبه في الله يعني ايه؟ يعني بحبه لانه بيعمل اللي يرضي الله. ادي معنى الحب في الله، بحبك في الله. يعني انا بحبك كعريس، ولا بحبك كراجل، ولا بحبك كأنثى، وانما بحبك كأمة في الله، وبحبك كعبد في الله. هل ده موجود؟ ارجو ذلك. شوفوا بقى مفتاح الحلقة دي، واللي انا عايز اكد عليه مهم جدا، هو حول الاضحية. وانا يمكن ما يكونش عندي وقت كفاية لتناول جزئيات الاضحية، بس عايز اقول لما يجي يوم العيد ان شاء الله وسيادتك تجيب جزار وتذبح، انا عندي جواب جاني مرعب، ان في اب اجبر طفله على انه يحضر الذبح، فالولد فقد حاسة من حواس جسمه. ابوه اجبره بيكسكس الواد ويجي مش قادر يشوف الجزار ولا الدم. لا، السنه كده. سنه ايه؟ يعني ابنك ما يقدرش يستحمل البهيمه وهي بتتذبح وهيجرى له حاجه ممكن يموت فيها، تقول لي السنه كده؟ ما هو ده اسمه عكا يعك وعاكا، عكا يعك وعاكا. طب ما هو من السنه انك تقول لي انا وانا في القاهره اذبح لي، وانت في شرم الشيخ واذبح لك واوزع لك، وانت مأمني وانا وكيلك، ولا تشوفها ولا تحضر الذبح وتاخد كل الثواب كامل. جبتش ليه ولادك من شرم وجبت تحضر الذبح بتاعي، او من اسكندريه؟ انا عايز افهم سنتي اللي انت فاهمها. يا اخوانا في حاجه اسمها الاداب العامه، وهي كلها مباحه، يعني مش واجب. اللي ضيع الدنيا ان احنا ابتلينا بنفر تحدثوا باسم هذا الدين وهم منه بعيدون، بعيدون مرة بلغة محمود في السعودية، بعيد مرة يعني بعيد جدا. والوقت ما يمدينا برضو بلغة السعودية ان احنا نشرح المزيد. لا حبيبي، شوف، صلى على النبي عليه السلام. وإلى جميع المشاهدين أنا أوجه الحديث، الإسلام مبدأ عام، في الإسلام مبدأ عام لا يكره أحدا على فعل شيء لا تطيقه نفسه، يا كمية يا نوعية كمان. حتى في العبادة، أنا فاكر جواب فظيع قوي كان راح من واحد محترم جدا لواحد محترم جدا اسمه الإمام مالك اللي أنتوا عارفينه كلكم. الواحد المحترم جدا ده كان زاهد وترك الدنيا واللي فيها. شاف الامام مالك الناس بتروح له من كل مكان، وبيقعد وبيلبس حلو قوي، كان شيك جدا الامام مالك وكل الائمه على فكره. فكتب له رساله: يا مالك، سيبك من الناس اللي حواليك دي وتفرغ لعباده ربك، يعني خليك زاهد زي، اترك الدنيا ودور لك على بصله ناشفه او اي حاجه تقتد بيها وخلاص. الامام مالك عشان راجل عالم ما زعلش قوي، ولكن كتب له جواب هقوله بالعاميه، انا مضطر اقوله بالعاميه. قال له: شوف يا فلان، يا حبيبي سلام عليكم، خلي بالك يا فلان ان ربنا بيفتح لواحد في الصلاة ومش بيفتح له في الصوم، وواحد تاني ربنا بيفتح له في الصوم ومش بيفتح له في الصلاة، وواحد ربنا بيفتح له في العلم، وده احسب نفسي ان انا منهم. انت ربنا فتح لك في الزهد، الله يبارك لك، وانا بترجى اننا وانت نبقى على خير. يعني ان شاء الله انا كويس وانت كويس، بس انت حبب اليك حاجه وانا حبب الي حاجه. طبعا الاثنين عندهم زهد، والاثنين عندهم صلاه، والاثنين عندهم صيام، والاثنين عندهم قراءه القران، والاثنين بس بتختلف بنسب. في واحد مدمن قوي زي حالاتي في حاجه معينه، واحد اقل، واحد اقل. فاحنا لو بصينا للزاويه الخطيره
ان انا راجل مثلا جايز يكون ربنا فتح لي في العلم او حب الكتاب بعشقه، ابعد عن الكتاب بحس ان انا مش في الدنيا، افتحه بروح في دنيا تانية خالص خالص، بعيش ابو حنيفه وسيبويه والدنيا كلها، حتى الطب اليوناني القديم اقعد اقرا فيه كأن انا متخصص. انا ربنا زرع فيا ادمان حب الكتاب، ادمان. واحد تاني بيقرا بس بنسبه اقل مني شويه، ما عودش انا اقول له ايه، لا ده انت مش هتبقى بني ادم الا لما تبقى زيي. ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ وفي الوقت نفسه ما اقدرش برضو اقول لواحد، اذا افرض ربنا كرمني زي ما قال الامام مالك وكنت عاشق لقيام الليل، هو المفروض ان انا اذا كنت عاشق لقيام الليل ابقى فاهم ابتة سجح، يعني قال به في الدين، ان ده مش من الواجب، قيام الليل سنة، فانا بعمل سنة ومبسوط فيها، ما احملش الناس عليها، يعني ما اقولش لازم تعملوا كده. كذلك الحال انت هتضحي ان شاء الله وربنا مقدرك يوم العيد، قدرت تجيب اهلك يشهدوا الذبح، اوك اوك، ما العيال خافوا من الذبيح بعدهم عشان ما يكرهوش الاضحيه ويكرهوا السنه، ما ربنا ما يكلفش نفسه فوق طاقتها ابدا ابدا. في ناس ما تتحملش، احكي لكم حاجه من التاريخ انا قدام عيني لسه كاتبها، هو هند بنت عتبه اللي اسلمت وقال ابنها وحسن اسلامها، قبل اسلامها سنه 3 هجريه وفي موقعه احد لما اصاب المسلمين القرح، مش راحت على جثه سيدنا حمزه وفتحت بطنه وطلعت الكبد بتاعه وكلت منه حته عشان تبرد نارها؟ وتبرد نارها ليه؟ عشان ابوها اتقتل يا رجاله، يوم بدر ابوها ده اسمه ايه؟ اسمه عتبة بن ربيعة، وانا يمكن الوحيد في العالم اللي اعرف كان سنه كام. فكرته كان سنه كام؟ كان 157 سنة، والله العظيم حاجة تخلي الواحد ينفجر من جواه، عيلة ومش عيلة طبعا، ست كبيرة، ابوها مات عنده 157 سنة يوم احد، وباكي عليه وحزينة وعايزة تشفي غليلها من المسلمين اللي قتلوه، فتلاقي عم النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء، فتفتح بطنه وهي اللي مأجرة عليه وحشي اللي قتل سيدنا حمزة اسمه وحشي، قالت له ولا لو قتلت حمزة هتبقى كده وديك كده وتبقى حر، وعمل واستخباله وموته غدر، جت هي على الجثة فتحت البطن ومثلت بيه وكلت كده. أنا ماليش دعوة بقى بالكلام ده، ولا خلاص هي أسلمت وحسن إسلامها وربنا كرمها واتمسح كل ده بأستيكة، اللي أنا عايز أقوله بس عندها قدرة، عندها قدرة، عندها طاقة تعمل كده. في واحدة تانية لو حمزة اللي قتل أبوها وعمها وخالها ما تستحملش الوصول وهو مقتول، الناس كده في كده طاقة تستحمل وطاقة ما تستحملش، ده الشاهد. وبرضه الحته اللي وجعاني اللي بقول لك الواحد يفرقع بسببها، ان النهارده اللي ابوها عنده 60 بتقول لك يعني خلاص بقى بابا يا حسن الختام، عايزه تخلص منه، مش لو جرى له حاجه هتفضل شايله الجرح جواها وعايزه تشفي غليلها من اللي خبطوا او من اللي ضربوا. الدنيا اتغيرت، ها الدنيا اتغيرت، بقينا مهويين قوي وعواطفنا بقت وحشه قوي وحبنا بقى زباله. يبقى بس اقول لكم في عنده الناس طاقات مش موجوده عندي ناس تانيه. في واحدة شملولة تقدر تسافر، وأنا أحفظ النماذج على طول، أم حكيم، أم حكيم بنت الحارس الهاشمية المحترمية جدا، استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام تسافر تجيب جوزها من اليمن وسافرت. في واحدة تانية ما تقدرش تمشي من بيت كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحاب لا ريث ولا عجل، مش كده؟ فيدوب بيت الجارة لما كانت الجارة مؤتمنة، عشان تسمعوا الكلام ده كل واحده تخبط على الجاره، لا انت خبطي على الجاره لو عايزه نصيحتي في حاجتين اتنين، بتصوت قولي خير يا اختي، تقولي جوزي اتسرق قولي لها هكلم جوزي اجيب لك 2000 سلف او 2000 صدقه، لقيتها بتقول ري قولي لها خير يا اختي، تقول لك اصل فرح البيت قولها الف مبروك، لا تعودي ولا ترغي ولا تختلطي
ولا تدخلي جوه وبعدين وانت خارجه تلاقي البيه قاعد في الصاله تقولي لا مؤاخذه سبتكم بعافيه تكوني حلوه شويه عن مراته تكرهيه فيها في ليلته السوداء وفي الليالي اللي جايه. يبقى انت عملت فتنه يا قطه. الزامي بيتك يا اختي سواء كنت حلوه او نص لب. ابوس ايدك. وناصر حاضر يا فندم. يلا يا ناصر. من حق يا ناصر تاخد الولد تخليه يشهد الذبيحه والولد بخاف وبصوت ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. هو ده اللي انا عايزه منك. كتر خيرك اتفضل اسالني انت بقى. اسالني معاك حد بس.